سألوني فيها الشباب، أنا يعني ما أريد بعض الأحيان أثير شيء يصير علي، لأن هذا أنا مسجل، يعني كلامي مسجل، تمام. مسكني طالب علم يوم من الأيام يقول لي كيف وكيف وما كيف، وصل لي أنا ما أحب الدوشات، يعني أحب أنفع بالمعيدي، يعني حسب تعبيرهم رجال معيدي، يعني إلا درسنا أطرح. لكن بعض الأمور فيها حساسيات وفيها تشنجات، بقدر إمكاني أحاول أجل، بقدر إمكاني، بس بعض الحين يضطر الواحد يعني لح الحاح علي علي. وهو قضية كشف الوجه. كشف الوجه في العنوان الثانوي مثل ما ذكرت تماما، يعني كشف الوجه عندنا ثلاثة أقوال. قال يقول يحرم كشف الوجه نقاب لو مكشوف. ومن الذين أفتوا يمكن عاصرتوه السيد أبو البيقاني عليه الرحمة عند فتوى، وهذا لما كنا في قوم نشوف النسوان متغطيين واجد. الآن أبشر، قبل سنة أو سنة وشوي كنت في مشهد أشوف ظاهرة متغطيين، قلت هذيلة قطافة سايين ديلة لو شنو، قالوا لا إيرانيات بدأوا يتلقى، لأن الذي يرجعون له يفتي فتوى يجب ستر الوجه بالكامل، يحرم كشف الوجه بالكامل، هذه فتوى ينص عليها مجموعة من الفتوى. الفتوى الثانية الأحوط وجوبا عدم كشف الوجه، وهو فتوى السيد الخوي رحمة الله عليه، سيد الخوي هذه فتوى لو لا، وتابعه مجموعة كبيرة من طلاب من بعده قلدوهم من بعد واجد، الأحوط وجوبا عدم كشف الوجه. الآن مثلا السيد السيستاني الله يحفظه يحفظ جميع العلماء عنده الأحوط استحبابا شنو ستر الوجه، عند الأحوط استحبابا ستر الوجه، يعني إذا ما سترت ما سوت حرام، هذا بالعنوان الأول في الأمور الأولية اللي ذكرناها. العنوان الثانوي شلون؟ خبص يقول بيقاني بعد ما بيقلب عنوان ثانوي لأنه حرام حرام، واللي يقول بالأحواط الوجوبي أم بعد حرام حرام. لكن السيستاني ماذا يقول؟ يقول فتوى منتشرة بشكل كبير في النت وغير النت، تمام؟ يعني جاءت من مجموعة من الاستفتوا. قال إذا كان في كشف الوجه فتنة نوعية حرام حرام، يا حرام إذا في فتنة نوعية. شلون يعني فتنة نوعية؟ فتنة نوعية بين لك، يعني مثلا في أناس 50 شخص من باب مثال، ديل 50 شخص مو متعصبين إلى الحرام ولا متعصبين إلى الحلال، افترضوا حتى لو مسلمين، قضية من المحمودات الصلاحية مثل ما يقول علماء المنطق، من المحمودات الصلاحية، يعني مو مختصة بالمسلم أو الشيعي، لا 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 لا، أي مجموعة لو نظرت إلى هذه المرأة، هذا النوع، النوع يعني 50 مثلا 40 30 يسمونه فتنة نوعية، هذا فتنة شلون؟ يقول لو نظروا إلى هذه المرأة يعني تغزلوا فيها مثلا، والله جميلة دي حلوة مثلا، وتفتن هذه تجيب شهوة، هذه تجيب ريبة، هذه تعطي نزوة، إذا يقولوا كذي يحرم، إذا قالوا لا عادي دي دروس طالحة لحذر زين والوجدكم مرة ما في شيء يعني يشوف مثلا فيها الشكل، الحمد لله مجتمعنا نسبيا يعني حليو، فإذا يصير هالشكل يصير مو حرام، أما إذا يصير في نزوة أيها المؤمن، قضية أن مو كل مجتمع كلهم المقدس الأردبيلي، مو كلهم، مو كلهم إذا شاف يغض النظر، حتى نقيس نقول لو صارت هذه فاتحة وجهها ما حد بيطالب فيها، لو الشكل كان نقول ما في فتنة نوعية، لكن نحرف أنه في فتنة نوعية، بل استجوبت فترة مجموعة يعني بعض أرحامي قلت لهم اسألوا النسوان اللي تنتقبهم اللي يتكشفوا أو نقاب وكذا، هل تجدوا إحراج في الحالات اللي لما تخرجوا؟ قالوا إيه،
إلا البنات اللي في الثانوي مثلا يحصلوا الشباب يطاردوا وراهم إذا راحوا الأسواق فتن ما شاء الله. يقول لي بعضهم زين اللي في إيران خلنا أعطيك إياه بالصراحة اللي في إيران اللي في إيران عشنا شفنا فتن أمامنا أمام العين ملاحقات أمام العين. فكر أنت إيران ملائكة يعني هو زي ما هني هنا بل التحفظ اللي عندنا أكثر منهم بالتحفظات. في فتن نوعية بشكل صدقني تشيب شيب راسك لا تسمو تروح حتى في مشهد المقدس فضلاً عن بقية الأماكن بقية الأماكن. في بعض المناطق نعرف إلا ما عدا صديق هذه مو مرة في إيران وإلى آخره ما أريد أكشف يعني أمور قضية الفتوى لو لم تحرمه الشريعة المقدسة لحرمته الغيرة الإيمانية كما يقول سيد محسن الحكيم. قضية غيرة شلون أنا أرضى واحد طالع في زوجتي هالشكل يتغزل ويمارس النظرة شهويا ونزويا وغيرها شلون أقبل؟ ولهذا سؤال جاني هنا بالنسبة للحجاب بالنسبة إلى زينب عليه السلام فخرجنا من الخدور ناشرات الشعور وكذا هذه وين عندهم أشياء كثيرة أهل البيت ردف أول وردف ثاني وطالع عندهم حجاب شيء عظيم خلاف اللي صوروا البعض. قلت كيف زينب تطلع الشكل ناشر شعرها ناشر شعرها من الداخل من المصيبة هم متغطية. وأما فاطمة الزهراء عليه السلام لما قال قابلتني بوجه أعشى بصري قابلتني بوجه يعني شنو يعني وجهها مفتوح لا نور الزهراء خرق كل شيء إلى عنان السماء وين أنت تأول الأمور. فاطمة الزهراء عليه السلام لم يبن منها ولا بمقدار الشعر الروايات تقول وهذا مو كلامي ده الكلام كلام الفقهاء وسامعنا من الفقهاء وين كلام الناس وين كلام الفقهاء وكلام الروايات. بس إذا واحد مو مطلع وما يقرأ روايات أهل البيت ولا يعرف حشمة زينب عليه السلام أبدا لما صارت تغطى زينب بيدها لأن الناس قاعدة تنظر مو متغطية. أنا شفت بعض النساء العفيفات إذا أمر تقعد من الحياة ما تقدر متغطية ولا متغمغمة تقعد تنزوي مع أنها متغطية حياة. يرسلوا لي بعض النساء في دورة من دورات الدراسة يجي يدخل الإحسانية رسلوا لي شيخ نحن متغطين ومحتشمين وعفيفين وطاهرين بس بعض الأحيان نشوف شباب واقفين قريب الإحسانية ما نقدر نرجع شلون زينب هذه نقبل على دي نقول دي عفيفة وزينب مو عفيفة زينب كاشفة وجهها مثل ما نشوف التلفزيون ها يمثلوا عنا زينب كاشفه كذا وسكينه كاشفه وجهها ورقيه كاشفه وجهها شنو الكلام هذا؟ هذا تعليم الحسين عليه السلام اذا كل الفقهاء يقولون يجب الاحوط وجوبا الاحوط استحبابا عدم كشف الوجه اهل البيت يكشفوا لا اله الا الله وين الناس؟ هذه دلاله على ان دي الفتوى بالثلاثه الامور مو في بالهم صدقني مو في بالهم يقول له تقبل الفقهاء كلهم. اسال ايها المؤمن انت وانا الان اسال نفسي الفقهاء من وين يجيب الكلام؟ نجيبهم لو من روايه اهل البيت لو لا يعني الامام الصادق يقول للناس ستروا ها؟ وهم ما يستروا يقبلها ضمير يقبلها عاقل لكن ماكو تفكير ابدا ماكو تفكير ابدا القضية جاية هالشكل زين وش اسوي؟ اهلي كلهم لابسين نقاب وكذا ومكشفين وجوههم وش اسوي انا؟ وش اسوي؟ هذا معنى الاختبار هذا معنى الامتحان هذا معنى الجمرة اللي في الرواية
هذا معناه. شلون أطبق الشرع الحنيف الشرع المقدس؟ يحتاج له جهاد، يحتاج له صبر، يحتاج له لازم واحد يمسك نفسه. بيت من بناتك تلبسها بوشية أمورها هي معقدة. الشكل مجتمعنا معقد، يقول أنت معقد لأنك لبستها بوشية. عجيب، هذا الاحتياط، هذا اللي يقول من الفقهاء صرت معقد. اللي يطبق الدين معقد، اللي يطبق الدين صار معقد. الله يعيننا واقعا، الله يعين. وأنا ما أريد أثير بعض النقاط حتى لا يصير كلام يعني يسمعوني غيركم وتعرف. خلاص أنا الله يعين، الله يعين، ما بوصل البيت أنا إلا محاصرة. صلوا على محمد وعلى اللهم صل وسلم على